السلام عليكم. دونك حست اليوم باش نخدم في ان اكزرسيس سباس. بون هي سي لا بروميير سيونس دي سباس، دونك باش نحاول ايضا نعمل فيها لي جيمي ديكور. اوكي، بطبيعه الحال ما تنسوش باش تعملوا ابوني سي ماشين يوتيوب زياد ماتيماتيك ومرحبا بالناس الكل. الاكزرسيس شنو فيه؟ اون كونسيدير لي بوان ا، هذه البوان ا ديزولي، يعني عندي لي بوان ا لي كوردوني 1 2 2، عندي لو بوان بي دي كوردوني 3 2 1 3 2 1، وعندي لو بوان سي دي كوردوني 1 3 3. اوكي، دونك هذه بالنسبه لنا احنا سي لو بوان ا. دونك وضع لي كوردوني دي 3 بوان. بريمير كيستيون بيتيتا، طلب مني مونتري كي لو بوان ا بي اي سي ne sont pas alignés. Donc, je suis bien un autre point ne sont pas alignés. Donc, il y a dit A, B et C ne sont pas alignés. Ne sont pas alignés. A, B et C ne sont pas alignés. Ma'naha, ara aussi équivaut à la un des vecteurs A, B et A, C ne sont pas collinéaires. Ne sont pas collinéaires. Ne sont pas collinéaires. Ok, voilà. Le معناها هذا سي سافي دير انه راهو كي يبدا عندي الفيكتور AB لي كومبوزونت نتاع A B C، ويبدا عندي الفيكتور AC لي كومبوزونت نتاع A بريم B بريم C بريم، دونك راهو باش تكون عندي يا اما فما بريمير فما حاجتين على نجم نكونوا بيه، يا اما ا سير ا بريم ديفيرون دي بي سير بي بريم، وزاد يكونوا ديفيرون دي سي سير سي بريم. اش معناتها؟ معناتها راني اني لهنا جي نعمل ا على ا بريم، ولا بي على بي بريم، ولا سي على سي بريم، نلقاو على الاقل دي دي منهم معناها ديفيرون. اوكي ولا لا؟ نقولوا راهم ني سون با كولينيير، والا نستعملوا لي ديتيرمينون نتاع لازم تكون ا A prime, B, B prime, ou, معناها هذاك سي ديفيرون دي زيرو كلهم، معناتها A, A prime, B, B prime, ديفيرون دي زيرو، ou, جو ناخذو بار اكزومبل واحدة منهم معناتها ou، عندي زاد ou، مثلا A, A prime, C, C prime, ديفيرون دي زيرو، ou A B B prime C C prime différent de zéro. اش معناتها هذا؟ معناها ان نجم باغ اكزومبل نلقى A A prime B B prime، هذا ديترمينون بما يسمى ديترمينون دي A A prime B B prime ايكال ا زيرو باغ اكزومبل، ونجي نلقى ديترمينون دي A A prime C C prime، معناتها ديترمينون هذاك ايكال ا زيرو. اوكي ولا لكن الاخراني نو، يعني واحد منهم ديفيرون دي زيرو، هذا يحيلنا على انه لي فيكتور ني سون با كولينيير. هذا كيفاش تبين ان هي ني سون با كولينيير؟ اوترومون دي معناها كي يبدا عندي راهو ال ا بي اي ا سي اي ا سي سون كولينيير، سون كولينيير، سون كولينيير. بون سي سالومون سي، يا اما هذا سون تيغو ثلاث A سير A بريم إيكال B سير B بريم إيكال C سير C بريم، أو نجم تستعمل الديتيرمينون دي A A بريم C A A بريم B B بريم A A بريم B B بريم إيكال لا ديتيرمينون دي A A بريم C C بريم إيكال لا ديتيرمينون إيكال الديتيرمينون دي B B بريم C C بريم، لكن يلزمهم الثلاثة يكونوا إيكالا أزي أزيرو، مش هما راهم سونتيغو لكن زاد إيكالا أزي أزيرو. هذا كيفاش نبين أنه دي فيكتور سون كولينيير، وبطبيعة الحال مادام اللي نعرف باش نبين أنه هذا دي فيكتور سون كولينيير معناتها راهو ني سون با كولينيير، يولي لوبوزي نتاعنا. دونك هذا كيفاش نبين راهو أن دي فيكتور ولا تروا بوان ني سون با ألينيير، دونك دي فيكتور ني سون با كولينيير. أوكي ولا لا؟ باهي، هذا بالنسبة لنا احنا ال الكورة شيبو. اوكي،
voilà là. Donc, tout simplement, باش نحسب. Donc, madame, il n'y a le vecteur. Donc, tout simplement, on نحسب les composants des vecteurs AB. On نحسب les composants des vecteurs AC. Donc, AB sera égal. Les composants des AB, désolé, ou XB moins XC, XA. On a YB moins YA. On a ZB moins ZA. OK, voilà là. هذا بالنسبة لنا إحنا كيفاش نحسب لي كومبوزون دان فيكتور بطبيعة الحال نعطيكم القاعدة مرة الأولى ومن بعد تحسبوا ديريكتومون دونك شنو هما لي كومبوزون دان فيكتور أ بي اللي هو إكس بي معناتها باش نجيو ثلاثة إلا واحد اثنين ركزوا ديما في التلكيل اثنين إلا اثنين باش تعطينا صفر واحد إلا اثنين باش تعطينا ناقص واحد نمشوا الكومبوزون دان فيكتور أ سي يلا دونك الأ سي كيفاش باش يكون دونك عندنا واحد إلا واحد صفر ثلاثة إلا اثنين واحد وثلاثة إلا اثنين باش تعطينا واحد. أوكي ولا لا؟ دونك هذا لي كومبوزون دو دي بي دي فيكتور أ بي و أ و أ سي. تو سامبلومون واش نجي نعمل؟ يا إما نعمل قلنا أ سير أ بريم ديفيرون دي بي سير بي بريم ديفيرون دي سي سير سي بريم. ولا هنا مادام عندي زيروات دونك من المحبب أن نستعمل الثاني. علاش؟ لخاطر هنا مادام عندي زيرو في الكومبوزون بتاع الأ بي وعندي زيرو في الكومبوزون بتاع الأ سي. دونك فما حاجة ساعات ما تنجمش تجي على خاطر كان باش تقسم اثنين على صفر ما تجيش وين صفر على واحد ما تجيش دونك مخير انه نخدمه بالميثود الثانيه اوكي ولا لا دونك نمشي الميثود الثانيه اللي هي شنو هي تو سامبلومون باش نجي نعمل نحسب الديتيرمينون عندنا 2 وعندنا 0 وعندنا 0 وعندنا 1 كان تلاحظوا هذا الديتيرمينون هذا قال لكم بيان على فكره الديتيرمينون هو نضرب 2 في 1 ونحو منها 0 في 0 معناها 2 في 1 ونحو منها 0 و 0 قال لكم بيان قال 2 وهذا كافي انه باش يقول لنا راهو ديفيرون دي زيرو دون راهو تو سامبلومون لي دي فيكتور ا بي اي ا سي ني سون با كولينيير ني سون با كولينيير ني سون با كولينيير دو راهو ال ا بي اي سي ني سون با الينيير ne sont pas alignés. Stressant. Donc, il y a des résultats. Petit b, donner un vecteur normal du plan P contenant le point A, B et C. Donc, le vecteur normal, de notre plan P, موجود à faire A ou B ou C, rahu. Le normal de P sera égal à C, A, B, vectoriel. A, A, C. Et vecteur normal D. Un plan P contenant A, B et C. Manette est née. Normal d'un plan contenant 3 A, B et C, voilà, raho le vecteur, le vectoriel. Ok, voilà, là. Tout simplement, on va calculer le vectoriel, mais on va calculer un peu le vecteur, le vectoriel. Nous avons le AB, vectoriel AC. نعاود نعم ونذكر بطبيعة الحال الأول الـ AB قلت راهو الـ AB هما دي كومبوزون تاع ABC والـ AC هما كومبوزون تاع A' B' C'. Donc, AB. خليني نكتبها هكا نعمل لي كومبوزون نتاعها قدامها باش تفهموا بالبدا. A, B, C. فيكتوريال. AC. A', B', C'. سيرا إيكالا. ركزوا معايا مليح. نشطبوا على الليني الأول ونعمل لي ديتيرمينو وباش تحاولوا تركزوا معايا بالبدا بالبدا. نشطبوا على الليني الأول A, A'. وشنو وقع؟ راهو ديتيرمينو عندنا B, B'. C, C' fois I. Fois le vecteur I. Ok, voilà. Là. Moi. Tout le monde fait le moins. Raoul, ou là. Plus, on a le même moi. Chatbo al sen, yani B, B'. Je ne vois pas. Katli A, A'. C, C'. J. Plus.
نمشي للفيكتور الديترمينون الثالث اللي هو نشطبوا على اللي ثالث تبقى لنا A A بريم C B B بريم K. وهذه لا لو بلون دون زير ليبير دون زير ليبير O I J K. اوكي ولا لا؟ عاود نذكر راهو نستعمل البي بي بريم سي سي بريم يعني الديترمينون هذا نحسبه باش نلقوا عندنا فوا اي فوا الفيكتور اي ومن بعد موا ا بريم سي سي بريم فوا الفيكتور جي بلس ا بريم بي بي بريم فوا الفيكتور كا ولهنا راني نحكي على الريبير او اي جي كا ولهنا تكون لنا راهو سهله الخدمه نتاعنا اوكي ولا لا؟ ديما نعاود نذكر نشطبوا على اللي الاول ونحسبوا الديترمينون تاع الثاني بطبيعه الحال الديترمينون فهمت كيفاش تصير معناتها نعملوا بي فوا سي بريم موان سي فوا بي بريم ولهنا ا فوا سي بريم موان سي فوا ا بريم ولهنا ا فوا بي بريم موان بي فوا ا بريم اكسترا دونك باش ناخذوا حنا توا كوم اكزومبل الاكزرسيس تاعنا دونك باش نخرج الفيكتور نورمال نتاعي دونك لا فيكتور نورمال دي بي دي بلون بي اللي هو قلنا شنو هو ا بي فيكتوريال اسي باش نسميه ان بي سوا ان بي فيكتور نورمال دي بي الو الو راهو الان بي سي راه ايغال سي ا بي فيكتوريال اسي وعلى فكره تنبيه على الكلام ده كله راهو الفيكتور الفيكتور نورمال كي نقولوا فيكتور معناها راهو باش يعطيني ان فيكتور يعني برودوي فيكتوريال يعطيكم فيكتور ما يعطيكمش عدد يعني فما برشا ناس ينجم يجي يحسب بي فيكتوريال اسيوي كاع عدد نو ردوا بك اوكي ولا لا باهي سي راهي قال اي باش نو مالي كومبوزون قلنا دي ا بي هما دي 0 موان 1 دونك عندي 2 0 موان 1 شنو هما لي كومبوزون نتاع الاسي كومبوزون نتاع الاسي 0 1 1 0 1 1 اوكي باهي هاي يا سيدي نعمل فيكتوريال طبق القاعدة اللي حكيت عليها سي ديتيرمينون دو زيرو نبدو بأول حاجة شطبوا ليني لو ديزولي شطبوا ليني لو ونمشي زيرو ان موان زان ان فوا اي موا ردوا بالكم فما لهني موا راه القاعدة تعطيك لهني موا دونك موا نمشي نشطبوا على اللينيا الثانية هذا معناها نشطبوا على الكومبوزونت الثانيين من كل فيكتور ونعمل الديترمينون 2 0 موان 1 1 جي بلس دونك لهنا باش نشطبوا على الثالث ونخدم على روحي لي كومبوزونت عندي 2 0 0 وعندي 1 كا دونك سي راه ايغال 0 فوا 1 سي 0 باش نحو منهم موان موان 1 قلتو لهنا موان موان 1 باش تعطيني اي دونك باش تعطيني اي موان نجو لهنا 2 دونك موان دي جي بلس دي كا اللي هو معناتها لي كومبوزون دي ان بي دونك هذا بالنسبه لي نحن الفيكتور ان بي دو شنو هما لي كومبوزون دي ان بي دو نوتر فيكتور نورمال هم نبدو ان موان دو دو دونك هذا بالنسبه لي نحن الكومبوزون دو نوتر فيكتور نورمال اوكي توا باش نمشيو للكيستيون اللي بعد مبدئيا توا لينا نعرفوا كيفاش نخرجوا فيكتور نورمال نتصور سي بون اوكي باهي نمشي توا ديتيرميني اون اون ديدوير اون ايكواسيون كارتيزيان دو بلان بي سهله برشا دونك سي باش نعطيكم شنو هي الفورم دو ايكواسيون كارتيزيان توت بلان بي اي دي فورم كارتيزيان تاعها هي ا اكس بلس بي إيغريك بلس سي زد بلس دي افيك افيك دونك افيك بون هنا باش نحاول نمشي بالعكس باش نمشي بالعكس اش معناها باش نمشي بالعكس معناها باش نعطيكم هيك اش عندي عندي ان فيكتور سوا ان بلون بي دي فيكتور نورمال دي فيكتور نورمال ام بي
Et passons par A. Ok, voilà. Passons par A. On a le vecteur normal, les composantes A, B, C. Les composantes A, B, C. Et passons par A, les composantes X, A, Y, A, Z, A. Alors, bravo. Le plan P, l'équation cartésienne du plan P, quelle est le plan P, il y a AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, il y a équation cartésienne de DP. Je n'en sais pas avec. بالنسبة للA والB والC هو ضرارهم هما متاعين الفكتور نورمال. كي ولا لا. والD determiné par le point A. يعني لهني tout simplement. الD هي determiné par le point A. معناتها الA والB والC هما موجودين عندنا في الفكتور نورمال متاعنا. هذا الفكتور نورمال. Les composantes M, A, B, C, ou bien le D déterminé par le point A. Alors, je vais la vérifier par le point A. Je n'ai pas l'exemple en tête, qui t'a fait mon D, B, D. Donc, on déduit une équation cartésienne de plan P. Mais je n'ai pas le vecteur normal en tête de plan P. Ou les composantes A, 1, 9, 7, 9, 9. Donc, 1, moins 2, 2. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a MP, 1, 9, 7, 9, 9. Et vecteur normal dp. Haka wala la. Do. Chenaj mongol, ouais. Malata l'A ou l'B ou C. Malata l'plan P. Taï. Hiye, c'est l'A. Bach toi l'il est 1. X. Moins. Plus. Moins D. Y. Plus. D. Z. Plus. Petit D. Égal à 0. Tanto qui fait ton bedlo. Haka wala la. معناها راهو منطقيا تو لو بلون بي خدت الفورما هذه ليكواسيون كارتيزيان تاعها موان دو زي كريغ بليس دو زد بليس دي قال زيرو قلنا احنا ديترميني بار البوان ا معناتها عندك الدي هذه باش تخرجها بار البوان ا دونك الا مش عندي موجوده في البلون هنا اور الا ابارتيان ان اوتر بلون اش معناتها معناتها فيريفي ليكواسيون دو بلون معناتها كي نبدل الاكس بالان لا فوالا هذه البوان ا هو لي كومبوزون الكوردوني تاعها Donc, je vais mettre l'x bel 1. Vérifie-moi notre équation. Moi, D, ou A2. Le voilà, comme tu l'as dit. On va voir le coordonnées de l'A. L'A, ou A2, plus D fois 2, plus petit D égale à 0. Comme l'A appartient au plan P. Startinier, donc l'année 1 moins 4. C'est moins 3, moins 3 plus 4. C'est 1. Donc, moins 4 ou 4, c'est pas comme ça, 1, donc D égale à moins 1. Tu vois, D égale à moins 1. Ok, voilà. Ainsi, notre plan, équation cartésienne de plan, est 2 points X moins 2Y plus 2Z moins 1 égale à 0. Vous voulez que je vous l'équation cartésienne de notre plan. Et. نتصورها واضحه ماهيش هيك الحاجه البيزار معناتها دونك سامبل يبدا عندي فيكتور نورمال دونك نمشي خارج ليكواسيون كارتيزيان دو نوتر بلون وهما هذا اسئله كلاسيكيه ديما حتى في الباك معناتها عندكم يجي يسال لكم على لالينيومون وبعد تالي يقول لك خرج لي فيكتور نورمال ولا تعمل برودوي فيكتوريال ومن بعد تخرج ليكواسيون كارتيزيان دو نوتر بلون بطبيعه الحال هذا من بعد نستخدمه في ليزيكزارزيس توا باش نمشي Déterminer une représentation paramétrique de la droite D passant par le point A et perpendiculaire à P. Donc, l'axe G est ID. Je vais faire juste un schéma. Je vais essayer de comprendre ce que c'est. Je vais faire juste un schéma. On va attendre. Ok. C'est le plan taille. هذا عندنا الفيكتور نورمال
Ça va être notre vecteur normal de notre plan. Donc, c'est bon, ça c'est notre vecteur normal, normal de notre plan. OK, voilà. Regardez, le point A, qui est موجود dans le plan A. Ça c'est notre plan A. Dans ce cas, j'ai le plan A. Donc, c'est le plan P, ou le point A, ou le vecteur normal de notre plan. C'est la fête du plan P. Donc, c'est le plan P. OK, هاي يا سيدي احنا قال لنا دروا الدلتا باش يكون بيربونديكولير. OK voilà là. معناها بالنسبه لنا احنا هذا دروا الدلتا بيربونديكولير باسون بار بار ا ديزولي. دونك هو باش يكون بيربونديكولير على الفون باسون بار ا. دونك هذا نوتري دروات نوتري دروات اللي هو دي. كي نقولوا راه بيربونديكولير. OK كان تلاحظوا دروات دي هو تسمى باراليل لشكون؟ للفكتور نورمال. ولو فرضنا انه احنا ما كنا نعرفوا انه الفكتور دي اللي ديفيني با مادام هو باس بار دو بوان ا نقولوا راه انه ريبريزونتاسيون باراميتريك دي دروات. ركزوا معايا في دروات دي ديفيني بار ان بوان ا اي ان فيكتور ديريكتور اي. دونك هنا هذا معناتها راه افيك هذا يتسمى الا ابارتيان ا نوتر دي والبي يتسمى فيكتور ديريكتور directeur, vecteur directeur, vecteur directeur, désolé, vecteur directeur de D. Je suis en dessous vecteur directeur. Là voilà, ah, le vecteur directeur de notre droite D. Donc ça, c'est notre vecteur directeur. Et le vecteur directeur en temps. هذا الاو اللي نحكي عليه. باه الدروا دي هذا الفيكتور ديريكتور نتاعه هو ديفيني بار سون بوان ا وفيكتور ديريكتور نتاع او. يعني كان تلاحظوا انه راه الفيكتور نورمال دو نوتر بلان ينجم يكون فيكتور ديريكتور وعلى خاطر احنا نعرفوا ان الدروا عندها انفينيتي دو فيكتور ديريكتور مش مهم مش مهم. دونك عندنا الفيكتور اي والفيكتور نورمال سون كولينيير او بيان معناها نجموا نعملهم كونفوندي. كان تلاحظوا الفيكتور نورمال هو نفسه ينجم يكون فيكتور ديريكتور دي دي. OK voilà là. Donc tout simplement, يعني كي تبدا عندي ED ركزوا معايا. Donc finalement نجم نعمل الخلاصه هذه كي يبدا عندي ED واد perpendicular على un plan P راهو alors le vecteur normal de notre plan P est un vecteur هو c'est un vecteur directeur de notre plan P, de droite D, de droite D. معناها هنا كي نجي نحب نلخص الحكايه معناتها راهو كي يبدا عندي ان دروات بيربونديكولار على البلان راهو الفيكتور نورمال دي سيت بلان اي تان فيكتور ديريكتور دي نوتر دروات سامبلومون. اللي ما زاد اللي ما ينجمش يستوعبها معناتها ولا ما يفهمهاش ما تحط ما تتحطش في مخها ديما حاولوا في الاسباس انكم ترسموا سهل كنا نعمل اللي تو هيك بيربونديكولار هذا فيكتور نورمال دونك سي بون. وكي نحكوا على ريبريزونتاسيون بارامتريك دي دروا دي يعني ريبريزونتاسيون بارامتريك اللي ديفيني بار البوا يعني هو يتعدى من الا ديجا عندنا البوا لهنا جست بيربونديكولار بي هي اللي حددت لي الفيكتور ديريكت الفيكتور ديريكتور. اش معناتها انا لهنا؟ معناتها باش نمشي نجي نرجع للدوني نتاعي فوالا. دونك اش عندي؟ بيتي دي شنو السؤال عندنا؟ ديتيرميني ريبريزونتاسيون بارامتريك دو لاتر واد دي. دونك كاسك انا المعطيات هي اش تقول؟ تقول انه دي بيربونديكولار على شكون؟ على نوتر بلون بي. الور تو سامبلومون راهو النورمال نتاعنا دي بي اي فيكتور ديريكتور دو نوتر دو واد دي. اتفقنا على انه هكا سي فيكتور ديريكتور اي اون ا appartient à notre droit D. Donc, représentation paramétrique, donc, représentation paramétrique de D, donc, représentation paramétrique de D est tout simplement, nous le X ou le Y ou le Z, sera égal ou égal ou égal. Nous le hne ou le Hajj. قدام الاكس X والY والZ لكوردوني دي X هي عندنا A حطوا A و D
ou دي. اوكي okay. هذا لي كوردوني دا نعملو بلس احنا على روحنا لهنا بون باش نجي هيك بلس وبلس وبلس اوكي ولا لا باش نرجعو هنا للفيكتور نورمال نتاعي الفيكتور نورمال نتاعي هو شنو هو ام 1 2 2 فوالا ام 1 2 2 دونك نكتب ها ونعمل المون دي ونعمل هنا دي فوا كوا فوا نوتري بارامتر اللي هو يسموه الفا سميه بيتا سميه سميه تيتا سميه اللي يساعدك المفيد هذا نوتري بارامتر ونوتري بارامتر ابارتيان ا ار سي تري سامبل ريتو لاحظوا لهنا حطينا لهنا كوردوني نتاع ال ا وحطينا لهنا الكومبوزونت نتاع الفيكتور ديريكتور نتاعنا ولا الفيكتور نورمال نتاعنا فينالمون الدي هو شنو دونك الدي دي بوان سي اكس égale à 1 plus alpha, y égale à 2 moins 2 alpha, ou z égale à 2 plus 2 alpha. Maintenant, souche, nous, alpha appartient à quoi? À R. Vous voyez, c'est une représentation paramétrique de notre droite. Maintenant, je vais vous juste le thème. Alors, la représentation paramétrique, c'est la barche. Ok, voilà. Il y a un point. Le point, il y a un point. حطوا لي كوردون لي كومبوزون نتاعها فوالا والفيكتور نتاعنا ان بي الفيكتور ديريكتور نتاع سي سا الكومبوزون نتاع واضح نتصورها سهله الحكايه ما فيها حتى اشكال اوكي وهذه تتسمى ريبريزونتاسيون بارامتريك دون دو دون دروات وفينالمون خرجنا ريبريزونتاسيون بارامتريك دي تبقى في كاتر سا سي نوتر ريبريزونتاسيون بارامتريك اوكي تو مبدئيا البارتي هذه الكيستيون نيمرو 1 ا او بي و سي و دي في متناول ايتل ايتل اوكي ولا لا نمشيو بارتي اخرى ونمشيو ديزيامون نمشيو لحاجات اخرى وان شاء الله ان شاء الله مفيد بعد الفيديو هذاك على الاقل تولي عندكم فكره على الاسباس يعني كيفاش يكونوا لي زيكزارزيس وكيفاش نجم نجاوب على كيست على كيستيون المفيد ذكركم باش تسهلوا على روحكم ومن يبدا فما كيستيون كومبلكس شويه حاولوا ترسموا اوكي ولا لا باهي On considère le plan PA égal à x moins 2y plus 2z moins 20. Donc, on a PA, on a deux plans. PA égale à x moins 2y plus 2z moins 20 égale à 0. Moins du P2 sera égal à 2 points, ça me dit, égal. 2 points, x moins 3y plus 2z plus 2. Égal à combien? Égal à zéro. Bon, on est à l'âge, on nous a bénisbe le sadaqni rabbi, mais on a bénisbe le P1, il y a la même P. Apparemment, hein? Quand l'âge, le P1 se confondit avec le P, il y a un D. X moins 2Y plus 2Z moins 1. Ouais, c'est ça, hein? L'équation. Voilà, donc elle est confondue. P, il y a la même R, il y a la même P1 à la foutre. Il y a la même P, désolé. Le P1, il y a la même P. Quand l'âge, hein? معنا باش تعرفوا راه مادام قلنا البي ان هي البي معناتها راه الا والبي والسي موجودين في البلان بي اوكي موجودين في البلان بي ان باه بريميرمون بيتيتا جي بي مونتري كي لو بلان بي ان اي بي دي 150 سا لاس دو بلان 150 ما يكونوش بارال اوكي باه نجي نعمل هنا بون باش نعمل جيست شيما ما تجينا شيما سافا ريغلي ان توكا اما اللي باش نحاول نعمل هذه البلان عندي بي اوكي به وعندي هذه لو بلون لو بلون كي نورمال فوالا Donc, on a le plan, le plan qui, donc on a le plan qui, le plan qui, mais je peux faire un parallèle là.
أول حاجة خلينا نشوف هو الكتاب تاعنا parallel parallel الديبلوم وضعتك سون بارالي. كتلاحظوا انه لدي دلوقتي وضعتك سون بارالي وعندي الفيكتور ديريكتور نتاع الفيكتور نورمال نتاع البي والفيكتور نورمال نتاع البي. يعني هذا ديبلوم كان تلاحظوا لي فيكتور نورمال هذاك مثلا عندنا هذا هنا بي وهذا عندنا هذا كي. اوكي ولا لا هذه البلان كي. دونك عندي لهنا هذا ان بي و ان كي سون كومون سون كولينيا. اوكي ولا لا هذا كي يبدو عندي دو بلان سون باراليل باي عكس لي دو بلان سون باراليل باش يكونوا سيكونت هكا ولا لا من غير ما نحكي على البيربونديكولير جوست باش يكونوا سيكونت. دونك عندي لهنا باش تكون عندي بي باراليل ا بي هاي سيتي تو سامبلومون نورمال دي بي انا راه هذا باش يعطينا جيست راه باش نحكي على لي نورمال على لي فيكتور نورمال معناتها نورمال دي بي سي باراليل على نورمال دي بي سون كولينيير معناتها نقصد به بي بيربونديكولير على كيو راهو لي دي فيكتور نورمال سون بيربونديكولير ان ان كي هذا الزوز معناتها حتى باش يكونوا بيربونديكولير معناها كان تلاحظوا انه لي فيكتور نورمال كيبدو سون باراليل سون باراليل لي دوبلون معناها لي فيكتور نورمال سون كولينيير كيبدو لي دوبلون سون بيربونديكولير دونك لي فيكتور نورمال سون سون بيربونديكولير. اوكي باه هذا بالنسبه لنا احنا معناها باش يكونوا سيكونت وقتاش يكونوا لي دوبلون سون سيكونت وحنا نقولوا سيكونت هذه راه بالنسبه للبيربونديكولير سي ان كا دي سيكونت لكن اني وقتاش يكونوا سيكونت يبدو ني سون با كوليني ne sont pas collinéaires. On dit que P et Q sont sécantes, si NP ou NQ, ne sont pas parallèles, yani ne sont pas collinéaires. Ok, voilà, maintenant, tout simplement, NP ou NQ ne sont pas collinéaires. ne sont pas collinéaires. معناها باش نجي نشوف اش عندي اه دونك انا عندي الـ عندي الـ عندي الان بي لافو البي ان لافو لا ها هي بي ان وعندي البي دي دونك ان دي بي ان هو نفسه نتاع لا دونك باش نمشي نخرج الان دي بي ان دونك عندي ان دي بي ان دي كومبوزونت نتاعهم شنو هما ان موان دو دو العكس من بعد هو نفس الان بي اللي هو نفسه زاد الان بي قلنا بالنسبه le vecteur np2 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 لهنا هما نفسه دونك عندي 1 3 و 2 وعلى فكره لهنا بلا قبل يمشي نحط نعمل هيك سوا ان بي 1 فيكتور نورمال دي بي 1 وعندي و ان بي دي دونك حدد جست نحدد معناتها نحط في الديفينيسيون تاعهم باش كي نخرجهم نعرف اني فاش قاعد نخدم اوكي دونك جست انا نحدد في يعني علاش اخترتهم بالطريقه هذه اوكي وعندي ان دي بي دي فيكتور نورمال دي بي دي دونك راهو الان بي ان اللي هو لي كومبوزون نتاع شنو هما 1 موان 2 2 et NPD les composants ont un homme 1 moins 3 2 ok ben هذا ما فيهم الزيرو دونك اش نجي نعمل راه نستعمل عليك ما نحن قلنا يا ما باش نستعملوا فاز ديتيرمينو اوكي ولا لا ولا نستعملوا ا سيرفي ما دونك باش نستعمل الحكايه يس كنا اي اون ا سير ان راه عندي ديفيرون دي موان 2 سير موان 3 ها وي واحد على واحد ديفيرون دي موان دو سي موان تروا اوكي ولا لا دونك راهو ان بي ان
ce sont des vecteurs isolés. Rahu NP1 et NP2 ne sont pas, comment, ne sont pas collinéaires. Ne sont pas collinéaires. Donc, Rahu P1 et P2 sont comment? Sont séquentes. Sont séquentes. Sont séquentes. OK. Donc, les nerfs PN, P1 ou P2 sont séquentes. Soit delta, P10B. Donc, soit delta. Soit delta à la droite d'intersection du plan P1, P2, montrer que le point C appartient à la droite delta et que le vecteur U est un vecteur directeur de delta. Et il y a des nerfs qui sont en train de se faire un temps, mais il passe tout à l'intersection. Ou bien, je vais vous donner une autre chose à la fin. Donc, nous avons l'année l'intersection entre le P1 et le P2, on a un système d'intersection. Mais nous avons une autre façon de dire que le C appartient à la droite delta. Ou à la delta, c'est le point de droite d'intersection entre P1 et P2. Le C appartient à la droite delta. Mais tout simplement, le C appartient à P1. Le C appartient à P2. Nous avons un C qui appartient à la droite delta. Soit, donc, delta, ou à la ou alors l'intersection entre P1 et P2. Tout simplement, je vais un nom de C appartient à delta, même si je vérifie C, mal plan, là où plan C. Il y a des amas qu'on appartient à P1, P ou P2. Donc, le double à Walka, la double vérification là où je suis. Bon, il y a déjà C. Bon, je connais mes P1 ou un seul P, là qu'on a un vérifié. Un des 1, moins 2 fois 3, plus 2 fois 3. Moins 20, les amis, le gars égal à 0. Le 1 ou le moins 20, c'est égal à 0. On a l'aîné 1, donc il y a 1 moins 6 plus 6 ou moins 20, c'est égal à 0. Manet, alors l'aîné, mais chaque année, il y a C appartient à l'escou, appartient à P1. Z, 2 plus, nous sommes sur le Seigneur. Le Seigneur, donc, tout simplement, on a le plan P1 et P2 montré. Donc, on dit, mais chaque année, 1. Nous allons vérifier avec le PD, donc 1 moins 3 fois 3 plus 2 fois 3 plus 2 fois 3. Voilà, un des C c'est 1, 1 fois 1, donc c'est bon, on règle moins 3 fois 3, ou un des 2 fois 3 plus 2. Les amis, on égale à 0. On a 1 moins 3, yani 1 moins 9 plus 6. Plus 2. Donc, moins 9 plus 6 moins 3, donc sera égal à 0. Alors, C appartient à quoi? À P. À P2. Ok? C'est bon. Ben, on a bien un C appartient à P1 ou C appartient à P2. Donc, alors, C appartient à l'ishkun, appartient à delta. Alors, il y a un mot de l'intersection entre nos bénéton. Donc, là, C mot de fait delta. Mais, ben, il y a un C, il y a un charisme. OK. Mais si on voit que le vecteur directeur U est égal à DZ moins K est un vecteur directeur de delta. Ben, si on voit un nouveau vecteur directeur de delta, le delta est présent sur les deux plans. OK, voilà. Là. Yani, il y a عندي le vecteur عندي delta, la hadra, juste pour nous sommes rasma. عندي هذا le plan P là ou là, ou عندي هذا le plan. Voilà. La hadra, tout simplement. Juste pour nous نعمل رسمه ما اوضح. ونحاول ان نبين لكم نبسط لكم الحكايه دونك عندي هذه لو بلان بي 1 مثلا وعندي هذه مثلا لو بلان بي 2 نعطيكم مثال معناها مش بالضروره راهم هما سون معناتها عندي هذه لو بلان عندي هذا لو بلان بي 1 وعندي هذيك لو بلان بي 2 دونك هذه بي 1 والبلان هذيك بي 2 مش بالضروره قلت لكم راهم يكونوا كيف كيف يكونوا واضحين وهذا بي 2 اوكي خليني نبدلها باللكحه هذيك باش نعرفوا شفتوا الدروات د انترسيكسيون هذاك هو موجود وين موجود في البلان بي 1 وموجود في البلان بي 2 دونك هذا نوتر دروات دلتا يعني هذا الدروات نتاعنا دلتا هكا ولا لا دلتا كان تلاحظوا ان الدروات دلتا وهذه نوتر بلان بي 1 اوكي وهذه نوتر بلان بي 2 كان تلاحظوا ان الدلتا فيكتور ديريكتور نتاعنا هو قال لنا دي فيكتور ديريكتور هكا ولا لا
كي نقولوا فيكتور ديريكتير معناتها هو راهو باش يكون شبيه، انا باش يكون هيك عامل هذا الفيكتور ديريكتير نتاعنا اوكي ولا لا؟ باهي نجم منين نبين انه الفيكتور ديريكتير هذاك اوكي ولا لا؟ سي كولينيير او بيان سي ان فيكتور كولينيير اي فيكتور، خاطر احنا كي نقولوا الدلتا موجود، لو فرضنا انه الفيكتور اي هو موجود هنايا موجود في الدلتا، اش معناتها؟ معناتها هو انكلو موجود، انكلو فاش؟ في ال دونك انكلي على موجود في البي و بي 1 وموجود في البي دي، يعني ريت الفيكتور هذاك هو موجود في البي 1 وموجود في البي دي، يعني انكلي في البي 1 وانكلي في البي دي اوكي ولا لا؟ كيفاش نقولوا انه هو انكلي في البي 1 وانكلي في البي دي؟ معناها كيبدا هو انكلي في البي 1 اش معناها؟ معناها اني عندي هذا الفيكتور نورمال نتاعي ولا لا؟ مش هذا عندي الفيكتور نورمال نتاعنا نتاع البي 1 بي 1 وهذا الفيكتور نورمال نتاع البي دي اوكي ولا لا؟ كان تلاحظوا لهنا ان هذاتك ان ا اللي هو ان بي ان وهذاتك ان دو، لكن لاحظوا انه الان ان والان دو شبيهم سون كومون، ما يمكن نحكوا هنا على الفيكتور هذاك الفيكتور ديريكتور دي نوتر دروات اوكي ولا لا؟ نعاود ونذكر راهو فيكتور ديريكتور وبطبيعته باش يكون انكلي في البي ان والبي دي، اما كان لاحظوا انه راهو لي فيكتور ديريكتور اي دي نوتر دروات دلتا هذاك يلزم يكون شبيه اورثوغونال على شكون؟ على ان ان، على خاطر اي فيكتور انكلي في البلان بي ان في البلان بي ان لهنا اي فيكتور ديريكتور معناتها انكلي في البلان بي ان باش يكون نحكي على اي فيكتور موجود في البلان بي ان معناتها راهو باش يكون اورثوغونال على ان ان، وحتى لو فرضنا انه الفيكتور هذاك ماهوش انكلي في البلان لكن هو باش يكون كولينيير الان فيكتور الفيكتور ديريكتور نتاع الدلتا موجود في لي دي بلان اوكي ولا لا؟ معناتها راهو الان ان والان دي باش يكون راهو الفيكتور اي هذا اورثوغونال للان ان هما انطون زاد اورثوغونال شكون للان للان دي تو سامبلومون. كي نحكي على الاورثوغوناليتي دونك لهنا باش نحكي على برودوي برودوي سكالير، اون دي كي ان او سكالير في ايكالا ازيرو، راهو لهنا معناتها راهو اي اي في سون اورثوغونال، اي اورثوغونال افي. دونك هذا اش معناتها البرودوي سكالير نتاعنا؟ دونك كي باش نحكي على الاورثوغوناليتي هنا مش نولي نحكي على البرودوي سكالير، اكيد فما منكم مش كون سير فيا اش معناها البرودوي سكالير. دونك اذا يكون الاو هو دي كومبوزونت ا بي سي ويكون الفي دي كومبوزونت ا بريم بي بريم سي بريم، راهو البرودوي سكالير البرودوي سكالير ما بيناتهم سي ايكالا ايكالا كوا؟ ايكالا ا ا بريم plus b b prime plus c c prime. دونك تو سامبلومون نعاود ونذكر كي عملت الشمار ريت وضحت لي الحكايه، معناها اني كيفاش باش نبين ريت الاي هذا ستان فيكتور ديريكتور دي دلتا، معناها من الاخر لازم نبين انه الاي اورثوغونال على شكون؟ على ان ان ا، وزاد اورثوغونال على شكون؟ على ان على ان 2 اللي هو ان بي ان وان بي دي نسميهم اوكي ولا لا؟ وهذا بالنسبه لنا احنا البرودوي سكالاري كيفاش يتحسب وسهل برشا ا ا بريم بي بي بريم سي 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 بريم اوكي ولا لا؟ دونك نكملوا دونك لهناش باش نمشي نحسب تو سامبلومون ناخذ الفيكتور اي، شنو هو لي كومبوزون دي فيكتور اي؟ الفيكتور اي هو ايكال دي زي موان كا، معناها راهو هذا يعطينا ان الفيكتور اي باش يعطينا 2 0 موان زان اوكي ولا لا؟ اش نجي نحسب نمشي نعمل اي سكالير ان بي 1 سيرا ايغال، دونك باش ناخذ 2 0 موان زان، وشنو هو عندي سكالير الان بي 1 هو شنو هو 1 موان 2 2 1 موان 2 2 دونك سيرا ايغال 1 فوا 2 دونك باش نحسبوا 1 فوا 2 بلس موان 2 فوا 0 بلس موان 2 فوا 0 بلس موان زان فوا fois 2. Donc quand la boulette sera égale à 1 de 2 moins 2 égale à 0. Mana hara dehne en le vecteur i c'est orthogonal à n et 1. Premièrement, z h n d u scalaire n p 2 sera égal 2 0 moins 1 scalaire. نمشي نكملوا عندنا 1 موان 3 2 دونك سيرا ايكالا عندنا 2 فوا 1 بلس موان 3 فوا 0
plus moins 1 fois 2. Donc, sera égal à kif kif 2 moins 2, li égal à 0. Manet hara u, c'est orthogonal à n p2. Ok, il est à faire un du i orthogonal à n p2, ou i orthogonal à n p2. Al np1, donc u, c'est un vecteur comment? Yani, huwa mojoud, yani, n'goulou hne raw son orthogonal. Ma'anata son orthogonal, ma'anata raw n'goulou hne. Wana l'i perpendiculaire al np1 ou l'i perpendiculaire al np2. Donc, raw huwa bishikoun, c'est un vecteur directeur de quoi? De delta, ou le huwa ta'la intersection ta'la. Ok, voilà. Donc, comment vous m'avez dit, on va dire donc ma démonstration de l'un de l'I, qui est un vecteur, est un clif au plan, mais on va dire que nous avons le produit scalaire, on va dire que l'un de l'I donc l'I est vecteur directeur directeur de delta, il est où l'intersection, ma ben le P1 ou le P, P2. OK ولا لا فما قاعده تقول انه كيبدو كيفاش مبينوا انه فيكتور انكليف في البلان في البارتي الاولى نقولوا حنا كيبدا عندنا ax + by + z + d + d لهنا وعندك الفيكتور u هو دي كومبوزونت ا' ب' سي' كيبدا عندنا ا' ا + ب' ب + سي' سي نقولوا راهو الفيكتور هذاك اي تام فيكتور انكليف في البلان OK ولا لا دونك هذه القاعده شنو تقول لنا مبدئيا توا كملنا الكيستيون الثاني وهذه عمليه عكسيه يعني خاطر فما شكون يمشي يلوج على الانترسكسيون بالطريقه العاديه دونك يعمل السيستم ويخدم على روحه باش يخرج الفيكتور ديريكتور ويخرج الفيكتور معناها يخرج الفيكتور ديريكتور ويخرج البوان ابارتيان لكن هو لهنا السؤال قال لنا مونتري كي بوان سي ابارتيان على دروات دلتا كي لي فيكتور هذا هو سيستم فيكتور ديريكتور دلتا de data. Calculer, troisièmement, calculer la distance du point A à la droite delta. Donc, distance du point A à la droite delta. Le cadre, je vais vous dire, qui est dans une droite delta. Je sens comme le cadre. Il y a dans une droite delta. Ou est-ce qu'il y a le point A, aujourd'hui, il y a une quelconque, il y a la droite, il y a la droite delta, il y a un point B, par exemple, appartient à notre droite delta. Donc, alors la distance, donc je n'ai pas distance avec distance avec le droit. Donc, la distance, alors distance de A, le droit delta, sera égal à c'est AB vectoriel U, ou I à la fécra, en norme, l'année, ok, voilà, là, sur la norme du U. اه لهنا باش نقولوا الفيكتور ا بي فيكتور ا بي فيكتوريال يعني الفيكتور ا بي فيكتوريال الاي والاي هو راهو افيك الاي فيكتور معناها الدلتا راهو فاسون بار بي وفيكتور ديريكتور اي اوكي ولا لا يعني الاي تم فيكتور ديريكتور دي دلتا كي يجي وقال لي معناها كالكيلي لا ديستونس دونك باش نطبق القاعده شكون لو بوان بارتيان دلتا سي سي وشنو عندنا الاي دونك لهنا تو سامبلومون اش باش نجي نعمل دونك لا ديستونس من A دلتا سيرا إيجالا سيلا نورم فنقول إحنا لا نورم لاني كالكيلا مع الأبي الأبي معناها لاني باش نختار الأسي على خاطر السي هي لابارتي أنا تريد نتاع فيكتوريال U سير U بون لا نورم دي U بون هنا باش نحاول إن جيست تو سامبلومون هذه القاعدة باش نعرف باش نمشيو نحسبوا إحنا أول حاجة نعملوا الفيكتور أسي شو يساوي دونك الاف فيكتور اسي ديجا لي كومبوزونت نتاعها عندنا والاي زاد لي كومبوزونت نتاعها عندنا دونك اسي نذكروا بها الاسي سي 1 موان 1 سي 0 وعندنا 3 موان 2 سي 1 3 موان 2 سي 1 دونك 0 1 1 وبالنسبه للاي هو الفيكتور الناتج هو دي 0 موان 1 دونك والاي دي 0 موان 1 باش نحاول لهنا نخدم بعد عطينا القاعده سي بون ولا لا؟ دونك باش نحاول نخدم ديريكت مون خاطر باش نعملها ديريكت
اوكي يعني باش نخرج الكومبوزونت نتاع فوالا دونك سيغون هذا دونك هذا الكومبوزونت نتاعنا نتاع ال اي دونك باش نمشي سي رايغال دونك باش نعمل الفيكتوريال قلنا شرط على الاول نحسب الديتيرمينون نتاع هذا ان موانز ان دونك سي لا نورم ان موانز ان سي موانز ان فوالا باش نحط الفيكتور الاول موانز ان داخل سي زيرو نشطبوا على الانيسيال مع السينيمو ردوا بالكم 0 fois moins 1 c'est moins 1, moins 2, 0 fois moins 1 c'est 0, moins 2, يعني باش تولي لي 2. ونمشي نشطبوا على الثالث توا ونحسبوا 0, 0, moins 2, moins 2. C'est la norme sur la norme de U, يعني la norme de 2, 0, moins 1. À la fekra, la norme d'un vecteur, norme d'un vecteur, هو نعمل الرسينة, ok? باش معناتها, عندنا 1, 2, moins 2, يعني هو sera égal à sur la racine عندي sur la racine باهي باش نحاول نفسر ناخذ هذا لي كومبوزونت نتاع ما موانز 1 و 2 موان 2 يعني نعمل موانز 1 او كاري بلس 2 او كاري بلس موان 2 او كاري يعني عندنا موانز 1 او كاري بلس 2 او كاري بلس موان 2 لي 2 او كاري اوكي هذا بالنسبه لنا احنا الكومبوزونت نتاعنا باش نمشي توا لل الكومبوزونت تاع سي دي 0 موانز 1 كيف كيف سير دي او كاري بلس 0 او كاري جست نفهم كيف في القاعده ما تحبش تحسبها 0 او كاري بلس موانز 1 او كاري اوكي معناها بلغه اخرى ان يبدا عندي ان فيكتور في فيكتور ان فيكتور اي دي كومبوزونت ا بي سي راهو لا نورم دي اي يعني لا نورم دي اي هو ديسبونس نحكوا على حيره هو سي لا راسين دي ا او كاري بلس بي او كاري بلس سي او كاري اوكي هذه هي راه اللي نحكي فيه معناتها توا اوكي اكس فري سامبل نبدا نكملو نحسب على روحنا عندنا موانز او كاري سي 1 1 بلس 4 5 5 بلس 4 سي 9 9 راسين دي 9 باش تعطينا 3 سور 4 او كاري بلس 1 او كاري دونك هنا باش تعطينا 4 او 4 بلس 1 او كاري يعني بلس 1 باش تعطينا راسين دي راسين دي 5 فيريفيي نعاود نفيريفيو هذا سي 8 8 بلس 1 سي 9 راسين دي 9 3 دونك 3 سي راسين دي 5 دو لا ديستونس توا من A لو 3 دلتا سيرا ايغال A 3 سي راسين دي سي راسين دي 5 دونك ان شاء الله تكونوا معناتها فهمتها الحكايه كيفاش تصير دونك سامبل ماهوش صعيب برشا زاد راه كالكيل ماهوش صعيب ماهوش صعيب هكا برشا برشا نمشيو توا الكاتريامون كاتريامون On désigne par qui le plan perpendiculaire à la droite delta est passant par le point A. Donc, Shandy, indique que c'est perpendiculaire à la droite delta et A appartient à qui. Les deux données ont été chemins. En simple, dit Manao, d'un zèque, un Aoudo Norsmo, ça à la barche, Norsmo, et le plan Taiki, ou Andy, à panne droite, gonne et droite delta, je suis con perpendiculaire le plan. دونك كان تلاحظوا انه لا فيكتور نورمال اللي هو هذا النورمال نتاع كي ايش بيه بالنسبه للدروا دلتا سي باراليل معناه يمثل فيكتور ديريكتور دي لا دروا دلتا يعني نجمو ناخذوا انه النورمال دي كي هو نفسه يعني كي تبدا عندي كي بيربونديكيلير دلتا يعني كي بيربونديكيلير سامحوني لهنا كيما بكري خذينا الفيكتور ديريكتور ديجا حكيت عليها معناتها قلت راه بيربونديكيلير دلتا معناتها راهو النورمال دي كي هو راهو اي فيكتور ديريكتور دي دلتا ديجا حكيتها بكري افهمون نعاود نذكرها ما يسالش اي فيكتور ديريكتور دي دلتا هذه الحكايه معنا ان يعني كي نبدا عندي واحنا قلنا اي بلون كيد اللي بيرفي بار ان فيكتور نورمال نورمال نتاعها دونك سي ان فيكتور ديريكتور دي دلتا و ا ابارتيان à notre qui donc tout simplement que ma amène la déterminer une équation cartésienne donc qui m'a l'aîné à qui m'a dit mon jour d'aîné carrément donc c'est bon qui m'a dit qu'il y a deux l'aîné perpendiculaire au plan c'est d'abord un rôle vecteur directeur de disque et il y a un vecteur normal un vecteur normal du plan ou un seul vecteur directeur de disque on a ouvert nos carnets à l'aîné donc normalement tu m'y dis voilà il fait bien directement ah c'est dit fil perpendiculaire donc c'est très Très simple. Donc, petit a, je n'ai jamais vu, déterminer une équation cartésienne du plan qui, donc, je boule, qui perpendiculaire à delta, d'où, là, le vecteur
دونك الفيكتور معناها دو، معناها احنا شنو هو الفيكتور ديريكتور نتاع الدلتا عندي؟ ما هو اي ولا لا؟ دو اي اي فيكتور نورمال دي كي، هذه الاولى دو نجمو نكتبو الكي نتاعي ليكواسيون دي كي شنو هي؟ باش تاخذ لي كومبوزون دو فيكتور نورمال فيكتور ديريكتور دي دلتا اللي هو اي فوالا سامحوني دونك هذا اللي هو دي زي موان كاي يعني الفيكتور اي هو دي كومبوزون نتاع دي 0 1 موان 20 اوكي ولا لا؟ دونك باش تولي لي 2 اكس موان زد ردوا بالكم عندي 0 اي موان زد بلس دي ايجال زي ايجال 0 اور كالعادة راني اني باسون بار بوان ا قلنا لو بوان ا يعني سي خرجت عندي الفيكتور نورمال دونك البوان ا يبش خرجوا بائل ادي اور الا ابارتيان ا كي معناها دونك راي فيريفي نوتر ايكواسيون فيريفي نوتر ايكواسيون نرجع للبوان دونك باش تعطيكم دي فوا ا كولا لا موا دونك لي غريك ما عنديش دونك زيد نمشي للزيد نبدل بدل بليس بيتي دي ايجال ا زيرو دونك دي موان دي سي كومبيان سي زيرو دونك دي راهي معناها ايجال ا زي دي ايجال ا زيرو انسي نوتر بلون كي انسي الكي هي ديكواسيون دي زيكس موان زيد ايجال ا زي ايجال ا زيرو دونك هذا نوتر بلون كي هذه ليكواسيون كارتيزيان دي نوتر بلون كي دونك باش نمشي توا لل